لمزيد من التفاصيل يتحدث ويشارك معنا هاتفيا الآن الكابتن العمري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وزير الرياضة الأسبق. سيادة الوزير مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء الخير يا أستاذ محمد، ازي حضرتك فندم؟ وأهلا بيك. أهلا بيك كابتن عمري. طبعا عايزين نعرف، أهلا بيك كابتن عمري وسعداء بمشاركة حضرتك معنا. عايزين نعرف أكتر تفاصيل أكتر عن دور اللجنة اللي حضرتك بتتولى رئاستها، وأيضا أهمية فتح باب الحجز الإلكتروني ووجود هذه الميزة أو هذا النوع من الخدمة الرقمية للجماهير، وتأثيرها إن شاء الله على التواجد الجماهيري في المباريات اللي جاية إن شاء الله. والله يمكن أنا عايز أخد الموضوع كده بس أرجع شوية كده لورا، لأن برضو طبعا أنا مستوعب إن في بعض الناس بتحاول إنها تهاجم او تنتقد ان الجماهير والنادي الناس ما بتحضرش، ومباريات النادي الاهلي نسبه الحضور فيها اقل شويه، او ان بالفعل مجلس الاداره مش قادر يخدم جماهيره، او ان هو يحافظ على حقوق جماهيره، او ان النادي الاهلي يلعب في برج العرب خارج ارضه، وممكن بعض الانديه تلعب داخل القاهره، والكلام ده كله. الحقيقه احنا بقى لنا فتره بنشتغل، خلال حوالي شهر ونص اتحركنا على ملفات كتير، من اول مباراه السيمي فاينل كانت بتاعت افريقيا، وحضر عدد من الجماهير وعدد مش قليل، والفاينل حضر عدد كبير، وبدانا نتحرك على ان كان بعض المشاكل يعني ظاهره بشكل عام، كل حاجه المفروض تتقال في الاعلام، ولكن كان في بعض الملفات اللي كان فيها شويه رصد لبعض المخالفات. بدانا نتحرك ونعيد ترتيب الملف ما بيننا وما بين الامن وما بيننا برضه وما بين جماهيرنا، في قنوات اتصال واضحه، وبالفعل عاد تاني مره اخرى ان الدعوات بتاعت الجمعيه العموميه كلها ما تبقاش مطروحه للجمعيه العموميه، ونجحنا بالفعل بان النسبه اللي النادي الاهلي بيحصل عليها هي نفس النسبه اللي بيحصل عليها جميع الانديه المصريه على مستوى جميع مباريات الدوري، وده على فكره واقع وواضح. بتطرح على السيستم المعتمد من النادي الاهلي وبيتفتح. يمكن احنا فتحنا حتى المباراه بتاعت بكره ان شاء الله باذن الله، فتحناها من امبارح بالليل. انما للاسف في نقط مش واضحه، انه مش كل الجماهير او مش كل الجماهير اللي بتسجل على السيستم بتسجل على الحضور للمباريات، واتمنى من الناس تستوعب ان السيستم مفتوح، ولو في اي مشكله بتقابل اي حد عليه انه هو برضه يقدر يراسل من على السيستم، ويبقى واضح بالنسبه لنا ونشوف ايه المشكله اللي بتمنع او بتعوق بالفعل ممكن حد من الجماهير اللي مسجل بياناتهم ان هم يحضروا الماتشات. طب ده كلام مهم قوي يا كابتن عمرو، يتواصل مع مين؟ من يجد؟ نعم انا واضح، والامور اعتقد مش محتاجه ان حد يبقى مخبي حاجه، ولكن لما يكون عندي مباراه بكره ويبقى جمهور الاهلي اللي هو بملايين بملايين بمفهوم ملايين، واللي متسجل على السيستم حوالي 19000 واحد مبدئيا، تمام، الاقي تسجيل الحضور في مباراه بكره 135 واحد، وبالتالي العدد نفسه عدد مفاجئ غير مفهوم، انه ليه جمهور الاهلي او ليه الناس اللي متسجله على السيستم ما بتسجلش وما بتاخدش الدعوات بتاعتها. حتى بصينا على الاسعار بتاعت التذاكر، نزلنا اسعار قيمه التذاكر الى ان هي اصبحت 30 جنيه تذكره، وما اعتقدش ان الرقم ده رقم يعني كبير او مبالغ فيه. متحركين الفتره الجايه على ان كان في ناس فتحنا السيستم عشان يسجل كارت اهلاوي، يسجل بيانات اخرى، في حوالي 11000 واحد سجلوا بياناتهم. ال 11000 واحد اللي سجلوا بياناتهم دول المفروض هيطلع لهم كرنيهات بحد اقصى يوم 27/12، وهيتم تسليمها من خلال اماكن فوري تباعا. في 4500 خلال الاربع خمس ايام الجايين دول هيبدا التسليم من خلال فوري، والباقي يتم تسليمه خلال اسبوع ان شاء الله. يعني هنا حضرتك بتاكد ان كل يوم في اجراءات جديده لتوسيع دايره المشاركه الجماهيريه وتيسير مهمه الجمهور. بالظبط، والنهارده كان في اجتماعات كتيره، بس احنا كمان خد بالك بنحصر وبنرصد وبنشوف ان احنا كمان بنبقى حاسين ان في ناس ممكن تندس في وسط جماهير النادي الاهلي وتحاول تعمل قلق للنادي الاهلي باي صوره من التصورات، علشان يبقى في نوع من انواع الاخطاء، وبالتالي يبقى في
خلاف على بعض النقاط سواء ما بيننا او ما بين او ان بعض الناس تحاول توجد اسباب لانتقاد النادي باي شكل. بالظبط كده. وبالتالي احنا بدانا نقسم ونحط الجمهور لوحده في حته، ومثلا الجمعيه العموميه في مدرج ثاني، ونحط المسؤولين او الناس اللي هم الجامعات اللي بيجوا من الشباب والرياضه في مدرج لوحده منفصل، عشان نبتدي نرصد ونشوف الخطا بيجي منين، ونبتدي ان احنا نتعامل معاه او نشوفه او نسبه الخطا ده ومين سببها وكل الكلام ده كله. احنا بنرتب ملف كتير، عملنا كان في اجتماع في وزاره الداخليه، والاجتماع ده الحقيقه كان فيه مكاسب انا شايفها مميزه جدا، والحقيقه بشكر معالي وزير الداخليه، لانه الحقيقه كان بمجرد الملف ما اتعرض عليه ادى الموافقه ان احنا نلعب ان شاء الله بمجرد عوده استاد القاهره في نهايه شهر واحد، ان يكون النادي الاهلي ليه الاولويه في اللعب على استاد القاهره، لان احنا كنا تقدمنا بطلب بدوت كلجنه ان طالبين وعاملين ده، لان عارفين ان مباراه افريقيا الفتره الجايه هتبقى موجوده، في مباراه الدوري لسه ممتده معانا فتره طويله للدوري هيطول، وبالتالي استاد القاهره بالنسبه لنا هيبقى نقطه مهمه جدا، واعتقد ده مكسب برضه لجماهير النادي الاهلي اللي احنا بنحاول ونجتهد ان احنا نلعب مبارياتنا هنا. الموضوع ان احنا نلعب في برج العرب لاي سبب من الاسباب، بنتحرك الفتره الجايه على ان ازاي نشوف وسائل مواصلات تودي للجماهير، ويبقى في نوع من انواع التركيز او التفويت بشكل معين يحافظ الناس على وضعها الادبي وعلى الدخول والدخول باحترام، وده بس محتاج من الجمهور الحقيقه كمان ان هو يساعدني، محتاج الالتزام، محتاج كل حاجه. بنتحرك على ملفات مش بالضروره تقال في الاعلام، ولكن بنتحرك وبننسق مع الجهات الرسميه لبعض الامور اللي الناس نفسها بترغبها، من غير يعني ما اتكلم في تفاصيل اكتر. عايزين الصوره تبقى راقيه، بتشتغلوا علشان الامر يبقى لائق بالرياضه المصريه وبجمهور النادي الاهلي وبشكل الكره المصريه. وربنا الاعلم هو المسؤول على الناس بتشتغل ازاي وبتبذل مجهود ازاي وبتتحرك في هدوء كمان ازاي، رغم ان مستوعبه كويس قوي ان بعض الجماهير زعلانه لاخفاقات النهائي او البطوله العربيه، وده حاجه مش متعودين عليها وانها تبقى بهذا الشكل، ولكن برضه لازم الناس تستوعب ان في ملفات كتير اتحركنا عليها الفتره اللي فاتت دي، اكيد مهمه جدا. طب كابتن عمرو، الوقت ضيق جدا قبل مباراه الاهلي والنجوم 7 مساء غد ان شاء الله، ممكن تديني فرصه بس اكمل حاجه مهمه جدا عشان دي حاجه ممكن ما تكونش ليها علاقه بدايركت او بشكل مباشر بالكوره، بس لازم الناس تستوعب برضه هم الناس مش معزوله عن جماهير النادي الاهلي، ولكن مجلس الاداره بيشتغل في كل الملفات المتاحه. ممكن يكون بعض الملفات ممكن يكون الجمهور متخيل ان دي ملفات جمعيه عموميه او ملفات خاصه بالاعضاء واحنا الجماهير واعدادنا بملايين، لا، الملفات كلها خاصه مترابطه مع بعضها، لانه النادي الاهلي في الاخر نادي بيهدف الى المركز الاول، والمركز الاول عشان تروح له لازم يكون عندك حاجات كتير من ضمنها كمان الاموال، ومن ضمنها ان انت تقدر لما يكون عندك صفقه وعايز تجيبها لازم تكون الامور مترتبه عندك وما يكونش في اي حاجه مش سليمه، ما ينفعش النادي الاهلي يتعرض لازمه ماليه او يبقى حتى يعني خرج متعثر في سداد اي اقساط او اي نعم. وبالتالي الملفات دي كمان كانت مهمه جدا ان النادي الاهلي او مجلس الاداره خلال الفتره اللي فاتت يرتبها. نعم. احنا استلمنا النادي، مجلس الاداره استلم النادي في 1/12، كان حجم السيوله النقديه اللي موجوده جوه النادي ما يوازي حوالي 65 مليون، ومرتبات النادي الاهلي بكل فرقه الرياضيه بهيئاته بالستاف بتاعه على مستوى كل الافرع بتمثل حوالي 17 مليون في الشهر، وبالتالي كان ممكن النادي الاهلي خلال 3 أو 4 شهور يبقى عنده ازمه ماليه كبيره جدا، وخصوصا ان كان في العديد من الملفات اللي هي سواء الملابس الرياضيه سواء حاجات كتير ممكن تكون متعثره، احنا جينا استلمنا كده. وبالتالي النهارده الملف مختلف، النادي الاهلي النهارده عنده حجم الصوره النقديه حياة متميزه جدا 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 للغايه، ممكن تمثل 8 أو 9 أضعاف اللي كان بتساعد قبل كده، وبالتالي الملف مختلف، معمول خطه ماليه كامله خلال الفتره الجايه ازاي النادي الاهلي يضاعف ميزانياته بتاعت العام ده خلال ال3 سنين الجايين مضاعفه كامله بكل اوضاعها، بنتكلم في ارقام ثانيه خالص، بنتكلم في استراتيجيه محترمه جدا للنادي الاهلي على مدار كل الملفات بتاعته على فكره، كل الكلام ده كله كان لازم يترتب ويتجهز خلال الفتره اللي فاتت، مش حاجه بتخلص في يوم ولا بتخلص في يومين او الكلام ده كله، طبعا ممكن يكون ده مع بعض الامور ان لازم الناس تستوعب ان انت جيت لقيت القائمه الافريقيه بتاعتك اللي مسجل فيها كذا والحاجات دي كلها
ممكن الناس فاكره ان انت ما دعمتش في توقيتات معينه، بس الناس ما كانتش عارفه حجم السيوله النقديه عامله عندك ازاي، هل تسمح بالتدعيم ده ولا لا. دلوقتي يمكن الملف بيتغير، محتاج شويه هدوء بتركيز. الحقيقه رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب ماسك الملف بيتحرك عليه بهدوء. لازم الناس تستوعب كل ده، لازم كمان الناس تستوعب ان احنا مرينا بعدد من الظروف في كل الاتجاهات الحقيقه، ولكن ده مش معناه ان الناس سوري مع احترامي مقصره. الناس عامله حجم اعمال وحجم شغل داخل النادي الاهلي على فكره كبير جدا 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 للغايه. الناس هتشوفه قدام، ومش قدام ده مش بعيد، خلال الاربع خمس شهور الجايين الناس هتستوعب النادي الاهلي بيتحرك ان شاء الله باحيان المولى، وبيروح فين، وبيتحرك ازاي، وبيتحرك على عدد افرع عامله ازاي، وبيتحرك على جماهيرياته ازاي، بيدعمها ازاي. والنهارده حتى الشغل اللي اتعمل بتاع الرعايه هو شغل الرعايه اللي اتعمل واتطرح واللي جه فيه 510 مليون، هل الرقم ده جه النادي الاهلي من قبل كده؟ الرقم ده ما جاش قبل كده، ده معناه ان ناس قاعده بتشتغل وبتعمل كراسات شروط وبتطورها وبتشوف حجم النادي الاهلي ازاي هتتفاعل معاه، وبتوجد افكار جديده، ولجان قاعده بتشتغل عشان تجيب للنادي الاهلي 510 مليون. نفس القصه بتاعت البث الفضائي، النادي الاهلي كان بايع البث الفضائي خلال الاربع سنوات الماضيه ب 170 مليون جنيه، النهارده النادي الاهلي بايع البث الفضائي ب 400 مليون جنيه. الكلام ده كله ما بيبقاش وليد لحظه، الكلام ده كله شغل ومجهود ذهني ومجهود فكري ومفاوضات وترتيبات ودراسات طبعا، وترتيبات وكراسات وعلاقات وشغل كتير جدا جدا جدا. بتفاجئ بحاجات كتيره، واللي يقول النادي الاهلي ومجلسه فيه انقسامات ومجلسه فيه اختلافات وما بين اشخاص وبعضها وما بين مش عارف فلان وفلان، هذا الكلام مش موجود. لو الكلام ده موجود ما كانش يبقى حجم الشغل المالي وحجم الشغل الاقتصادي اللي بيتحرك في النادي خلال الفتره اللي فاتت دي بهذه الارقام ابدا ابدا. ما كانش يبقى فيه لجان كلها مشترك فيها اكتر من اربع خمس اعضاء مجلس اداره في كل لجنه الناس كلها بتشتغل معاه. لازم تفهموا حاجه، ولازم يفهموا الاهلاويه، ان ده جزء كبير جدا جدا من ضرب استقرار النادي الاهلي، ان الناس تحاول ان هي تعمل وقيعه بين اعضاء مجلس اداره او بين المسؤولين في النادي الكبار، او انها تتكلم بشكل مش مظبوط على النادي الاهلي، او انها تشكك جماهير النادي الاهلي في مجلس ادارتها او ثقه مجلس ادارتها في بعضها. الكلام ده كله على فكره احنا راصدينه وبنتحرك عليه، وبدانا نشوف مين اللي بيعمله كمان وبيتحركوا ازاي. وعلى فكره وفي خطه اعلاميه كامله بتتجهز دلوقتي بشكل عام للتعامل مع كل الملفات دي، وان احنا نوقف كل واحد فعلا عند حد وبوضوح. على فكره في ملفات كتيره النادي الاهلي متحرك، ناس كتيره مثلا ايه ما بتردوش، انتوا بطئ في القرار. لا، النادي الاهلي لا ما بيردش ولا بطيء في القرار. الكلام ده مش مظبوط، والايام هتثبت الايام الجايه ان النادي الاهلي مش بطيء في القرار، والنادي الاهلي مش ما بيردش، النادي الاهلي بيرد وبيرد بقوه، بس مش بالضروره ان كل حاجه لما تطلع للاعلام تطلع في لحظتها. انا عارف الناس ان مجلس الاداره بيتحرك ازاي على كل الملفات على اي حد. حريص المجلس دايما يا كابتن عمري على التوقيت السليم والشكل السليم للرد. والنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عارف كويس قوي على اي تجاوز بيحصل في حقه، امتى يرد وامتى ما يردش وامتى ياخد خطواته. والناس هتشوف الفتره الجايه ازاي الامور هتبقى ماشيه بشكل افضل وافضل ان شاء الله. وانا فاكر ان حضرتك كان في تعليق قريب قوي برضو ردا على شائعات ان في انقسامات او خلافات وشائعات يعني او اكاذيب، حضرتك كتبت على تويتر وعلى فيسبوك انك بتتعجب من الكلام ده وانه ملوش اي مصدر او اي سبب يعني. لا، هو حاجات كتيره غريبه يعني، زي مثلا النهارده طلع خبر مثلا العمري فاروق بيقول انه عضويه التجمع مش عارف لو دفعتها مثلا كاش مش عارف تدخل النادي ايه وتعمل ايه، تعمل بلبله جوه النادي، تعمل لك انقسامات جوه النادي. اللي انا عايز اقوله ان الكلام ده كله ما بيحصلش، الكلام ده ما بيتقالش خالص، انما الكلام ده عنده اهداف تضرب الاستقرار. في ناس اللي بتطلع الكلام ده اهدافها واضحه، عايزه تضرب استقرار النادي الاهلي، وهم بيجيدوا اللعبه دي الحقيقه وبيجيدوها بامتياز. انت من الناحيه نادي المفروض بطبيعتك بتشتغل بوضوح، بتشتغل باستقرار، بتشتغل بانك عندك مخططات واضحه خلال الفتره الجايه بتشتغل عليها وبرامج واضحه. كل مجلس اداره بيتحرك في كل الاتجاهات، في كل الاتجاهات، وربنا الاعلم، وعايز جمهور النادي الاهلي يبقى في ظهرنا دايما. جمهور النادي الاهلي يبقى في ظهرنا، مش في ظهر مجلس اداره، جمهور النادي الاهلي في ظهر النادي الاهلي. صحيح. ظهر النادي الاهلي هو معودنا على كده. انا محتاج جمهور يجي بكره، محتاج ان الناس النهارده التذاكر اللي مدفوعه على السيستم محتاج ان كلها تبقى مباعه، مش عشان التذكره ب 30 جنيه ولا عشان لما اضربها في العدد يجي ايراد للنادي الاهلي، لا، عشان محتاج الجمهور يبقى موجود في الملعب واللعيبه تحس بالفعل ان الجمهور موجود. طب الجمهور موجود باعداد معينه 3000 واحد، 3000 واحد دول محطوطين على كل المستويات. في ناس طبعا هتطلع مش هيعجبها ممكن الكلام اللي انا بقوله، هتطلع تقول ان امبارح كان في نادي كتير بيلعب مباراه والاستاد وبيلعب في القاهره والاستاد كله مقفول، قوام المباراه بتاعت امبارح 6000 متخرج.
بس عشان الاستاد صغير وما بيدخلش غير اعداد قليله ممكن يكون المظهر اللي انتم شايفينه بهذا الشكل. استاد برج العرب كنا النادي الاهلي واخد 10,000 تذكره، طرح عليه على السيستم 7500 تذكره لجماهير النادي الاهلي. الجماهير ما جاتش، ممكن يكون عشان مسافه بعيده، ممكن عشان ممكن يكون التكلفه، ممكن يكون عشان الكلام ده كله. ده حق الناس علينا ان احنا بنعيد ترتيب الملف برضه، وان احنا ازاي نحاول نوصل الناس دي باقل التكلفه، وبنشتغل على الملف ومش سايبينه. محدش بيتهرب من المسؤوليه ومحدش بيتهرب من اي حاجه، الناس كلها بتشتغل وبتشتغل كلها على قدر على قلب رجل واحد. بتتحرك في كل الملفات، ولو في اي اسئله تحت امركم. يبقى هنا حضرتك بتقول بتناشد الجمهور للتواجد، واللي عنده اي طبعاً مشكله يتواصل مع النادي طبعاً مباشره. طبعا لو يقدر السيستم بتاع التذاكر يقدر يبعت اي رساله على السيستم. واللجنه على فكره منعقده بشكل مستمر على كل ده، بس بطلب من الناس كمان انها تساعدنا. تساعدنا ازاي؟ لما تخش انا عايز الناس تشجع النادي الاهلي، بس انا محتاج الجمهور يشجع النادي الاهلي، مش محتاجه انه مش محتاج عالم لحاجه ثانيه، مش محتاج حاجه لاتجاه ثاني. انا محتاج الفتره دي ازاي ابقى داعم بشكل قوي جدا 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 للاعيبه النادي الاهلي في كل الالعاب الرياضيه، يعني حتى يمكن اللي احنا ملتزمين الحقيقه بتعليمات الاتحادات. يعني اتحاد الطايره بيسمح بكارت اهلاوي وبيسمح بعضويه عضو الجمعيه العموميه، لو عندي مباريات اهلا وسهلا، لازم الناس تاخد بالها ان اللي هيحاول يخش ما عندوش كارت اهلاوي مش هيقدر يخش. فبيعمل ايه؟ عليك ان حضرتك تبعت تسجل بياناتك على السيستم بتاع كارت اهلاوي، وده مفتوح مش مقفول، وبالتالي يبقى حضرتك بياناتك موجوده. انا محتاج ان اي حد يبقى موجود يبقى بياناته موجوده. وبنشتغل على ملف خلال الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله خلال 15 يوم الجايين، ان ازاي نركب سيستم موجود هيبقى في الاستاد اللي احنا هنتعامل معاه، وليكن استاد السلام مثلا اللي هو اللي موجود، ان هذه البوابات بتاعت الاستاد هيركب فيها اجهزه ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا ميعاد مع جهه معينه ان شاء الله باذن الله تبقى بعد بكره. الجهه دي الحقيقه هتقدر توفر لنا كاميرات بطريقه معينه بتاخد صوره من الفيس ريكوجنيشن بتاعت الجمهور، تتاكد ان اللي قطع التذكره هو اللي داخل فيه. صحيح. مش مطلوب ان واحد يقطع تذكره والاقي سوق سودا شغال. تمام؟ حتى على فكره الكلام واضح، حتى الناس اللي بنبعت لها دعوات اللي هي المفروض طلبه الجامعات، كل الكلام ده كله بيترتب ان الدعوات دي ليها مدرج معين بطريقه معينه وبيتم التعامل معاه. ولسه قافش في المباراه اللي فاتت دي حجم الملاحظات اكتر من 12 ملاحظه، وتم اتخاذ اجراءات مع اي حد خالف الملاحظات دي على فكره بالكامل، حتى عشان اللي بتروح له الدعوه هو شخصيا اللي يكون متواجد في الاستاد. حتى لو مسؤول، حتى لو مسؤول في مديريه، او حتى لو مسؤول في حته، تم رفع الاتصال بالتليفوني وابلاغه بان هذا الملف حصل فيه كذا كذا كذا، وبرجاء اجراء التحقيق ان مين اللي دخل بالتذكره دي او مين اللي دخل بالدعوه دي. وده حصل بالفعل خلال المباراه بتاعت افريقيا اللي فاتت. فاحنا مش ساكتين، احنا بنتحرك على تطوير ملف. احنا عايزين الجماهير كلها بالكامل بتاعت النادي الاهلي خلال الفتره الجايه تبقى موجوده وتملى استاد القاهره بمشيئه الله باذن الله، او تملى استاد السلام، او تملى اي استاد هنلعب فيه بكامل قوته. عشان نعمل ده بنشتغل مش بنسمح او بنتعامل مع ان انا اجيب لك تصريح انك تخش النهارده. انا بشتغل على ملف كامل يرجع جماهيري، انا بشتغل على ملف كامل. الجهات الامنيه طالبه حاجه واضحه، طالبه ان الناس اللي تقطع تذاكر هي اللي تخش، ما يبقاش واحد قطع تذكره وزوري مع احترامي واحد تاني دخل مكانه ومانيش عارف هويته عامله ازاي، بيعمل لك كارثه او بيعمل او سلوكه او توجهاته. طبعا طبعا بالظبط كده. وبالتالي احنا بدانا نعمل السيستم ده. السيستم مش قصه بيع تذكره وان حضرتك تحجز عليها وانك تدخل بيانات، لا، السيستم متكامل بان حتى بصمه العين هتتاخد وانت داخل، وهتتاخد وبدون اي ما اي يعني اي تعطيل. يعني مش هتبقى انت حضرتك وانت واقف انك تستنى ربع ساعه و10 دقائق، لا لا لا، الكلام ده هياخد ان شاء الله 40 ثانيه و30 ثانيه وانت داخل. احنا شغالين على ملف متكامل، واخد بالك؟ مش 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 واحد بس ولا وملف مش هيزعج الجمهور باي شكل، ده هيتم بشكل دوري ورقمي سريع جدا مع حركه الجماهير. بل بالعكس، ده انا النهارده بحمي الجماهير وبتحرك على حتى ازاي دخولهم وخروجهم يبقى بشكل معين، حتى ان هم يخرجوا معاهم حاجاتهم ومعاهم الاكل بتاعهم ومعاهم الشرب بتاعهم ومعاهم الكلام ده كله. الملف مختلف، الملف في كل الاتجاهات مش ملف واحد. ازاي لما يخرج من الاستاد يلاقي وسيله مواصلات توصله، ما فيش حاجه ودته وهو خارج يلاقي نفسه مش عارف يركب مواصله وهو راجع. يبقى لازم يبقى في تنسيق مع وزاره النقل عشان بالفعل الاوتوبيسات اللي ممكن تكون موجوده في اطار المنطقه وفي اطار الاستاد عشان تروحه، ما ينفعش ان هو يطلع يلاقي نفسه لوحده.
كل الكلام ده على فكرة احنا قاعدين شغالين عليه، بس شغالين عليه ومستحملين تجاوزات الناس، شغالين عليه ومستحملين الضغوط اللي الناس بتحطنا فيها وشغالين عليه، لان هي ضريبه العمل، العام هي كده، وهي ضريبتك لما تحب حاجه وتشتغلها من قلبك بتشتغل. وطول عمره النادي الاهلي ما بيلتفتش للمهاترات طبعا يا كابتن عمري، وبيشتغل بيركز على شغله ونتائج الشغل ده بالتاكيد. والله ربنا الاعلم الناس كلها بتجتهد وبتشتغل، تشتغل واجتماعات مستمره في النادي الاهلي في كل الاتجاهات وبتتحرك عليها، واخد بالك، وفي ظل ظروف صعبه النادي كان بيمر، ان مثلا لما الكابتن محمود كان تعبان، انت مش متخيل ان يعني ايه الكابتن محمود لما يبقى تعبان، ده بيأثر نفسيا على بيت ما تقدر. طبعا ده لازم نستوعب لانه حاله نفسيه، لانه في الاخر في علاقات انسانيه وفي علاقات كبيره ما بين الناس وبعضها، وفي ارتباطات نفسيه وفي حب وفي كل الكلام ده كله، لازم الناس تستوعب دوت وتبقى شايفه ده، وان حجم الضغوط بتبقى موجوده في كل الاتجاهات. حجم الضغوط كمان انك تحترم ان رئيس النادي الاهلي مش موجود، وانك محتاج تاخد قرار، وانك ممكن تاخد القرار او بتاخده، بس لما تيجي تعلنه ما تقدرش انك تعلنه الا لما يجي، عشان في اجراءات وفي حب وفي احترام وفي في بروتوكول لائق بالنادي الاهلي، وفي نعم. في حاجات كتير قوي لازم الناس تاخد بالها منها، لازم الناس تاخد بالها منها، احنا واخدين بالنا منها هو مجلس الاداره، واخدين وبنكبر بعض وبنكبر اسامي بعض وبنحافظ على اسامي بعض وبنحافظ على اسم النادي الاهلي وبنتحرك على ده. ارجو من الناس انها تبقى موجوده في المباريات، وانها تخش وتحجز تذاكرها على السيستم، وانها تيجي، والملفات الاخرى اللي انا فاهم كويس قوي ان هم بيتكلموا فيها احنا بنتحرك عليها، وربنا الاعلم ان الناس كلها بتتحرك عليها خلال الفتره اللي فاتت وخلال الفتره اللي جايه. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا موفقين. بشكرك جدا على مشاركتك معنا في الحوار كابتن العمري فاروق، نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي.